المكان ده محمي بسور كبير جدا، اتبنى سنة 130 ميلادية، يعني قبل 1900 سنة. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنروح مع بعض انطاليا. جهزوا الشنط ويلا بينا. وصلنا انطاليا الحمد لله. أنطاليا من المدن التركية اللي بيزورها سياح كتير، بيزورها 3 مليون سايح في السنة، وده طبعا بسبب موقعها المتميز على البحر المتوسط. أنطاليا على الخريطة بتكون موجودة قصاد اسكندرية بالظبط. المدينة القديمة أو أنطاليا القديمة أو كاليتشي، كل الأسامي دي بتنطلق على المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. المكان ده مر عليه أربع حضارات، الحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة السلجوقية والحضارة العثمانية. كلمة كاليتشي مقسمة لكلمتين في اللغة التركية، كالعة يعني القلعة، وكلمة إتشي بمعنى الداخلي. يعني كلمة كاليتشي معناها في اللغة العربية القلعة الداخلية. كاليتشي ليها عدة مداخل، لكن للأسف هو ده الباب الوحيد المتبقي من المداخل دي. الباب ده اتبنى سنة 130 ميلادية، يعني قبل 1900 سنة، كان اتبنى على شرف قدوم الإمبراطور الروماني. بدأنا ندخل شوارع كاليتشي علشان نتمشى فيها ونشوف ايه اللي موجود جواها. قابلنا بالصدفة عريس وعروسة وناس قاعدة في الشارع بتغني. بالمناسبة اللي يعرف الناس دي بتقول ايه يكتب لنا في الكومنتات. كاليتشي محمية بسور كبير من الحجارة، موجود فيها ميناء صغير وموجود فيها منارة من أيام العثمانيين. كاليتشي من الأماكن اللي تحب تتمشى في شوارعها جدا. الشوارع والأماكن في أنطاليا وخاصة كاليتشي ليها ريحة مختلفة وطبع بيميزها عن الشوارع التانية. فبعض الشوارع هنا بتحسسك بالسلام، وده لأن فيها أشجار وأزهار كتير، وبعض الشوارع التانية بتحسسك بالبهجة والفرح، وده لأن فيها الألوان المفرحة اللي موجودة دي. يعني مثلا في الشارع ده انت مش لازم تستنى فصل الشتاء علشان تشوف الشمسيات اللي طايرة في السماء بالألوان الجميلة دي. وبعض الشوارع برضو متعبة زي الشارع اللي في السلم ده، طبعا احنا ملناش دعوة بيه، مش هنطلع، كفاية نصور بس. لحد هنا يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أسيبكم مع مشاهد تريح عينيكم هنا في أنطاليا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لنا رأيك في الكومنتات، وفعل الجرس عشان يوصلك كل تنبيه بفيديو جديد ينزل. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.